متى راح تفهم انه الحقيقة واجب حتبان حتبان انا مش عتبان عتبان احنا بس ساكتين زي كرم العتبان ونص قابض لابد لنص زعلان اراضي فاضية بالجنوب وشلال وعود مشاريع للتوظيف اسأل ابناء امعان صوت الشمال خجول في بعض الاحيان عروس مشغولة في حبها وناسي الحال معاهدات مذثورة الزبطة امورك مطار ضيف الكيان برتقاني ضيفنا بندورة بالصبر نتحلى يوما لعل نحدث فرقا فنشد المعلى قاطي غابات على طريق دير علا بساط فل وبيشتغلوا في عمان توزيع للمشاريع توزيع للادوار توزيع للحوار وتوزيع للزوار العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحسب ابن العقبة صياد مكسورة سنارته بعين الباشا نزل يجيب خبز فتشوا سيارته في الكرك بنغني موعود من كم سنة ويلك إذا لقيت الكنز الذهبي وتكمسرت سيد الحال سجال وعمان مش أحسن مكان ما الناس تحت خط الفقر بتتنفسن أنا أصلا أخذ درس من هاي الناس حصرا الدرس عنوانه بتقدرش ونهايته غصبا والداعي بالحياد ملزوم حبيت الناس على الأرض وما حبيتها تقوم التباسات عنصرية عالتعليم كمفهوم بعثنا الولد اتعلم رجع يقول لي دق خشوم وقالوا كله بنحل بالمناسف ابن عجلوم بيقدر يحكي لك قول آسف نفسي أشوف الكل بيحكي بصراحة عني أنا شخصيا عالحقيقة حالي العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها 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 تصنفنيش تقسمنيش تسيسنيش أنا بس مربوط بالناس اللي بدها تعيش وأنا مش المدينة أنا البلد وأرجائها قراها وأطرافها ساحلها وميمائها الصحاري الواسعة ونعمل على إنشائها والشمس الشاسعة تصدع هلابها ناسي عراسي زي صنية حج حامل زادها تعودنا على القليل ومن القليل بعمل سفنجة أمتص الاستهلاك وأعصره بنزاهة بدل ما نضخ جهد وناخد الأجر بسرنجة عارض الوقائع هيني بدك تتبناها داش مليون بنت مرجح عايش هون وما بينفكح وجعي فضح وانا ساكت بفضح تفهموش لو ما عشتوش على بال مين اللي بتسرح بالعتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحقيقة ما بتخفيها العتمة قادرين نشوف الحقيقة قلنا بتخفيها